طيب تعالوا نبدا نقول بسم الله، نقول المقادير مظبوطه. حد من البنات الصغيرين اول مره هتعمل بصاره عايزه تعرف كميه الفول عليها قد ايه كميه ميه عشان لا تطلع منها سايله ولا تطلع تخينه. طيب عندي ربع كيلو من الفول، 250 جرام فول مدشوش. ما تنسوش ان الفول المدشوش ده هننقعه بيتضاعف حجمه، فهو ربع كيلو هنحط عليه لتر ميه. لتر ميه لو هنزود نص يبقى هنضاعف كميه الميه، لان كمان معانا خضار. عندنا بصل اخضر، بصلتين متقطعين ارباع، عندي راس توم او حوالي 8 ل 10 فصوص توم وبيديها طعم وعايزين ناخد الفايده منه بقى. توم فريش. عندي عود كرات فرنساوي اذا تواجد يبقى هايل جدا. عندي قرنين فلفل حار للي يحبه، ممكن يبقى قرنين فلفل بارد مفيش مشكله. عندي بقدونس وكزبره خضراء. انا مش بحط شبت في البصاره، انا مش بحط شبت في البصاره. في ناس بتضيف لها ساعات ملوخيه ناشفه، دي حاجه اختياريه، لكن البديل عندي نعناع فريش. كل واحد سبحان الله ليه طريقته وليه النكهه الخاصه بيه والطعم الخاص بيه. معلقه كبيره من النعناع المجفف، بحط الاثنين، بحط مكعب مرق خضار وبحط ملح وفلفل. عندي طبعا بصل مقرمش، البصل ده حمرته في ايه، في شويه زيت ومعلقه سمنه واحده علشان اديله التست والطعم الحلو، لانه لابد من وجود بصل مقرمش. اللي حابب يعمله في الفرن فتصبح الوجبه صحيه مليون الميه، هقول لكم هنعمله ازاي احنا شغالين. تعالوا دلوقتي نقول بسم الله، وهبدا كده في حله هنا. هعمل كالاتي: ربع كيلو الفول، طبعا الفول ده بعد ما بينفش باخده هحطه كده بسم الله، كميه كده حلوه. البصاره دي يعني انا هقول لحضراتكم، انا مثلا ابني عنده مشاكل كانت صحيه من اول ما اتولد، وانواع من الحساسيه سواء حساسيه منسوجات، ما ينفعش يلبس اي حاجه الا قطن، ما ياكلش فراخ، ما ياكلش، يعني بتبقى لا قدر الله وعكه شديده جدا لو لما فكرت وهو بيبي يدخل له الحاجات دي. فكنا معتمدين بس على الحبوب وعلى البروتين النباتي. بصوا بقى شويه بصل اخضر حلوين، الحاجات دي بقى بتاعت الشتاء الحلوه اللي متوفره موجوده عندنا. بصلايه حلوه كده، شوية كرات فرنساوي، عود كده بيدي طعم جميل وهو من عائلة البصل الأخضر. طيب عندي نعناع فريش، خليني إيه، عندي عود فلفل أو قرن فلفل كده، اللي عايز يشيل البذور منه يشيلها، أنا هشيلها، مش عايزاه يبقى حار عشان لو هو حار يبقى تمام، لو هو بارد تمام، بس بيدي كده إيه طعم جميل جوه البصارة. وكام فص توم كده حلوين. وعندي الخضره بقى، البقدونس حلو، كزبره حلوه، حبه خضره حلوين. بصوا بقى بشيل شويه كده بس، بحطهم فين قبل السوا بشويه عشان تديني اللون الاخضر الحلو. بكتر دايما من الكزبره الجافه، مكعب المرق، رشه من النعناع الجاف، خليني اخد اللي هربت هناك دي، وهبدا انزل بلتر الميه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط دلوقتي كمان رشه الملح والفلفل، وهنحط كمون، وايه ولو عندكم كمان كزبره جافه عايزين تحطوها. بصوا اهي على النار، تعالوا بقى نقلب كده تقليبه اوري حضراتكم المكونات دي مع رشه ملح بسيطه وفلفل. ماشي. طيب تعالوا كده ناخد رشه الايه الملح، انا حاطه مكعب مرق كده كده هندوق في الاخر وهنشوف الطعم. خلاص هنقلب المكونات دي، سبت شويه بس من الخضره اللي وريتهم لحضراتكم، اللي هم شويه من البقدونس ومن الكزبره الخضراء. انا ما بحط الشبت، اللي حابب يحط يحط، اللي عايز يضيف مكان النعناع الجاف معلقه من الملوخيه الخضراء الناشفه ماشي، بس هي طبعا على حسب كل بيت واللي اتعود عليه. انا بالنسبه لي هتدوقوا طعمها هتلاقوه مميز ومختلف تماما جدا. وهسيبها بقى على النار. خلوا بالكم الفول ده ما بياخدش وقت اطلاقا، يعني ما بياخدش وقت في التسويه. البصاره اخرها ثلث ساعه او 25 دقيقه، وانا حتى ما بحبش ان انا دايما ايه اهري الخضره قوي فيها، بحب الحاجه تطلع كده فيها نسبه من الفوائد. فايه اول ما بتبدا تدخل في السلق بروح يعني تبدا داخله في التسويه، بطفي وبسيبها تفضل تكمل تسويتها وهي على النار، توصل للمرحله اللي انا عاوزاها من غير ما اكون زودت عليها التسويه. خلاص عشان استفيد شويه من الخضره والحاجات الجميله اللي احنا حطيناها مع بعض. البصاره دي بيقال ان هي من ايام الفراعنه، لان هي اكله كانت معموله للبسطاء،
لان فيها انا عايزه كمون يا ولاد، عايزه رشه كمون وكزبره ناشفه يا محمد، لان هي فيها نسبه بروتين عاليه بتغني عن اللحوم والفراخ. وطبعا الفول المقشور فيه فوائد كتير، في نسبة ألياف عالية جدا وكمان سعراته الحرارية قليلة ومن غير قشر، لأنه خلوا بالكم القشر ده صعب للهضم. هقول لكم الوصفة اللي جاية فيها مفاجأة لكل من يحب الفول وبيتعب منه الفول بتاعنا من القشر. ممكن نتحايل عليه نعمل الفول المقشور اللي بنشوفه في العلب ويبقى بسعر عالي، هنعمله مع بعض دلوقتي. تعالوا كده نغطي على القمر دي ونسيبها تاخد وتدي مع بعض، وأول ما تدخل في التسوية حط شوية الخضرة اللي باقيين معايا خضر ياخدوا غلوة واطفي عليه عشان لما اضربها في الخلاط بصوا اهي تبقى لونها حلو. تعالوا بقى هنحطهم هنا، بصوا الجمال، تعالوا حاضر بصوا كده يا قمامير اهو شايفين ازاي، هحط دول مع دي اهي. بعد ما بتستوي بصوا سبتها، اول ما سبتها اتشربت كل كمية المية على الهادي وتحسوا كده ان هي لسه فيها الرمق مش مهرية، وده المهم في الموضوع. هناخدها بقى على الخلاط ونقيه ونضرب البصاره الحلوه بتاعتنا دي. لازم نضربها ضربه حلوه، بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدا نحطها في حله كده جميله جنبنا ونشوف هنقدمها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، هناخد كده من البصاره القمر دي بسم الله بالصوص والميه اللي باقيه، هم لو المعيار مظبوط مش هتحتاجوا ان شاء الله لا تزودوا ميه ولا تخافوا من الكميه بتاعتها. اهو كده وهتبقى فيها سماكه جميله، وطبعا لازم هرجع بيها تاني على النار. ليه؟ علشان اعملها البصلايه الحلوه بقى. بسم الله، فانا هحتاج بصلايه مفرومه خشن اهي، هحمرها مع حضراتكم دلوقتي. اهو نضرب بس الحبه الحلوين دول، عايزه شويه كزبره جافه وكمون، حطوا لها تاتش خفيف كمون مش كتير ورشه كزبره جافه. شايفين؟ بسم الله، بصوا القوام اهو جميل، وهيبقى فيه تقل ولسه بتتقل بعد ما بتقعد كمان. هنضرب الكمية اللي باقية معانا اهو عشان تبقى كمية حلوة. بسم الله، الريحة روعة. وهنحط بقى عليها شوية الايه، ارفعها بس كده عشان ما تبهدلش الدنيا، هنحط عليها شوية بقى الكزبرة والكمون ونشوف لو مطعمين ناقصنا شوية ملح شوية اي حاجة هنحتاجهم معانا. اتفضل يا محمد. كده ناخد دي هنا بسم الله الرحمن الرحيم ونغطي عليها كده. هحط بقى رشة كمون خفيفة، رشة كزبرة جافة، وهنا كمان، وهنقفل على في الحله اللي احنا قلنا ايه حطيناها على النار، وهنزود بقيه البصاره اهي ما شاء الله ربع كيلو عامل حبه حلوين، ونغطي بقى الحله دي بتاعتنا كده. وتعالوا بقى نقلب القمر دي على النار، ناخد كده ايه سباتولا بسم الله، هعمل كده عايزين بقى نشوف الملح بتاعها اخباره ايه، لو ناقصنا ملح ولا اي حاجة. بسم الله بسم الله، مش ناقصة حاجة بسم الله ما شاء الله، غير رشة نعناع جاف خفيفة اهو، تدي بقى التست الحلو. تعالوا بقى نحط هنا بصلاية، عندي هنا طاسة اهي بسم الله الرحمن الرحيم، خليني احطها على العين دي اكبر شوية، وهحط كده معلقة سمنة وشوية زيت وابدأ معاكم بصلاية مجروشة. أنا هنا عاملين بصل جوليان كبير، اللي حابب ماشي، اللي مش حابب بلاش، حبة زيت كده ما تبخليش بيهم، صغيرين مش كتير. ونحط معلقة سمنة للطعم، عشان أنا هاخد معلقة زي ما بعمل في الكشك هحطه جوه البصارة، هشوح البصل، والبصل ده هنعمل معاه حاجة حلوة دلوقتي. هناخد البصلاية عشان تدينا طعم، هحطها هنا وهحط لها رشة ملح ماشي، ورشة فلفل هنعمله، ورشة من الكمون، ورشة من الكزبرة،
وتعالوا ندعك البصلايه كده. خلاص شايفين ازاي؟ وايه، وهنسيبها في جنب شويه اهي، واول ما تسيح دي هروح ضيفاها هنا على طول. اللي عايز يخلط معاها فصين توم براحته على حسب، في ناس بتحب تحط تقليه توم، لكن انا بصراحه بحط البصلايه، وممكن تحطوا معاها فصين توم مطحونين لو انتوا حابين. هنا هدي النار بقى قوي، وايه، ونخليها هاديه عشان ايه ما تفرش مننا، تفضل دافيه لحد ما احط فيها البصلايه سخنه. طيب عايزه اقول لكم، في دول عند فلسطينيين في فلسطين بتتعمل وبيزودوا لها ليمون، كل بلد وليها لمستها، بس احنا طبعا هنا ايه، تقدروا تزودوا الليمون على فكره بعد ما تطفوا عليها خالص، وتضيفوا البصل، حطوا ليمونه واحده وقلبوها وحطوه، لان الليمون بعد ما بتهدى شويه الليمون بيتكسر في الحراره فيتامين سي، احنا عايزين نستفيد منها. لو عايزين تستفيدوا منها بعد ما تهدى خالص، حطوا عصير الليمونه وقلبوها وحطوها اذا حابين. طيب دلوقتي احنا بقى ايه، هنحط البصلايه القمر دي بس هنا، حاضر من عين، حط البصلايه دي بسم الله اهي، تبقى ليها طعم كده حلو. بسم الله الرحمن الرحيم، ونسيبها ايه تاخد تشويحه كده مع حضراتكم لحد ما تاخد اللون الحلو. وانا مدفيه هنا الحله وسايباها تدفى لحد ما احط فيها شويه بصل من اللي معاهم طعم السمنه البلدي دي، شويه صغيرين. يلا بينا، رجعنا لحضراتكم مره تانية. بصوا ادي بصلايه، هاخد منها شويه اللي احنا حمرناها اهي، شايفين الحلاوه اهو، هنحط شويه كده جوه البصار. تعالوا بقى ناخد الباقي ده، هنصفيه كده في مصفى، ممكن احط منه شويه على الوش، انا كده كده عامله شويه مقرمشين للي يحب انه ايه ما يحبش البصل كبير او كتير، حط لك هنا. ايوه بصوا بقى، هنقلب تقليبه حلوه للبصاره، بصوا الجمال، شويه بقى النعناع والكمون والكزبره اللي ضفناهم دلوقتي، هنقلب بقى التقليبه الحلوه دي. شفتوا بقى الخضره كمان لما حطيناها شويه منها في الاخر ادت اللون الاخضر الخضار الجميل الطبيعي ازاي. تعالوا بقى نقدم الطبق الحلو ده، سمي الله كده. البصلة دي تتاكل بحالتين، تتاكل دافية أو تتاكل ساقعة، فاللي يريح حضراتكم واللي تحبوه مفيش مشكلة فيه. طيب أنا هعمل كده وإيه، نمسح هنا في مية في الطبق بسم الله. اعملوا بقى أطباق صغننة زي دي، غطوها حطوا على قد الفرد كده، قطعوا بقى بصل أخضر، بصل وحطوا عليه عصير ليمون وسماء، استفيدوا بقى من الحاجات الحلوة. حاضر حاضر، ثانية واحدة كده هظبط لكم الدنيا. حاضر من عين كده، هناخد بقى ايه لوش كده، نسمي الله الرحمن الرحيم، شايفين التقل، شايفين اهو بسم الله. البصارة دي بسم الله ما شاء الله، انا الحقيقة حبيتها على كبر، او حبيتها لما ابني كان بياكلها، اكلتها معاه وهو اللي يمكن كان سبب ان انا اكلها، كان بابايا بس اللي بيحبها في البيت، وكان هو الوحيد اللي لازم يعملها، فاتعلمتها بس ما كانش ليا تقل عليها قوي، بس اكتشفت انها اختراع، ودلوقتي انا اللي بقول لهم هعمل بصار، يعني لازم يبقى فيها كشك يا بصاره جنب اي اكل في البيت. بسم الله بصوا كده، وتعالوا بقى بصوا البصل المقرمش ده اللي احنا لسه عاملينه، البصل لازم يبقى في كل النواحي، اللي يغمس يغمس يا جماعه، ياخد من كل ناحيه بصل، يعني فاهمين قصدي ازاي. وهنزينه بقى بالبصل التاني القمر ده، والبصل ده منكه بايه، حطينا له فرقناه بالملح والكمون والكزبره. وتعالوا ناخد البصل المقرمش ده نحطه حواليه كده فريم كده ايه شيك للطبق للي حابب ايه زياده اهو. كده بسم الله، شايفين ازاي اهو، دي بقى هنعمل جنبها شويه حاجه كده تفتح النفس، ان شاء الله تنول اعجاب حضراتكم باذن واحد الاحد اهي. يلا بينا نروح بقى هنا، بسم الله نقدم البصاره كده روعه، ولو تحطين ده للفول التاني صح، والله ممكن نقدم واحد كمان معلش، عشان هي الصراحه رائعه. تسلم ايديكم، بصوا هنا كمان، بصوا بقى اهو، وادي البصل المقرمش في النص، اللي مش بيحب ايه بصل
كتير. اهي اجمل بصارة.